نروح للمبادرة، مبادرة يعني حتى اسمها حلو قوي كده، عينك في عينيك عينينا في عينينا. او عينيك في عينينا. عينينا. يعني بداية هذه المبادرة كانت ازاي يا استاذ مصطفى؟ حقيقة كانت هي كنا اشتغلنا قبل كده في 2017 في مبادرة اسمها اطمن على نفسك لمحاربة فيروس سي، وكنا بننزل نعمل السكرينج او مسح طبي لاهالينا في القرى في الصعيد وفي محافظات بحري للمرضى اللي عندهم مشاكل، خاصة اللي عندهم فيروس سي يعني. فاكتشفنا ان في مسببات العمى او ضعف الابصار، يعني الكلمه اللي يمكن اخف شويه على الساده المشاهدين، ان الامر اكبر بكتير من فكره ان حد عنده ميه بيضاء او ميه زرقاء بس. لا، مشاكل او مشاكل ضعف الابصار في مصر مشاكل كبيره، ماهيش قليله. وللاسف تسرب الاطفال من التعليم في نسبه كبيره جدا من ضعف الابصار. الاطفال اللي فيه عندهم قرنيه مخروطيه ومش عارفين، فبينتظروا مثلا لبعض عمر معين فبيحتاج زرع قرنيه فيما بعد، فقدان العصب البصري او ضمور العصب البصري. فبنلاقي نفسنا داخلين في مشاكل احنا قدرتنا على حلها في البدايه او الاكتشاف المبكر مش هيودينا للجزئيه دي. للاسف اكتشفنا كمان الاثار الاجتماعيه والاقتصاديه في على الدوله نفسها وعلى الفرد في المشاكل ضعف الابصار، ان الفرد مش منتج، عاوز معاش او عاوز دعم من الجمعيه الاهليه او من الدوله، ان حوادث الطرق 25% من حوادث الطرق من ضعف الابصار والميه البيضاء عند المواطنين. واحنا للاسف مش متخيلين ده، احنا بكل تخيلنا او القرارات اللي عندنا ان المخدرات هي اللي بتسبب الحوادث عند سواقين النقل. لا، ده هو عنده ميه بيضاء او ميه زرقاء او مشاكل في الشبكيه او عتامه او زفره او اي مشكله في النظر، وللاسف الشديد الرؤيه بتاعته محدوده جدا، فبيحصل الحوادث المتكرره عندنا في البلد. بقت عندك معلومات طبيه كتيره جدا عن الموضوع. يعني كل حمله بنشتغلها، فالحقيقه جالنا من صديقنا وشاركنا في العمل داخل المؤسسه وامين عام المؤسسه دكتور محمد العقبي اسم المبادرة، ان احنا لازم نتبنى لكل اهالينا الغير قادرين في القرى الاكثر احتياجا ونطلق حملة عينيك في عينينا. كانت حلم عندنا، ما كناش عندنا تمويل بصراحة كافي.